صحيتو يا الخاوة أراه الله غرام انتي ما حجبتي هادر كان يلا ريحنا ريحنا ريح أسي 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 مكاش لا صحيتو يا الخاوة صحيتو يا الخاوة اليوم حبيت نوسي الفيديو ريبونس ل هذاك اللي يسمي روحو لطفي دوب الكامو على كل حال هو صلي يكون وصاب له السيرمون ديالو دوبل فاس لطفي دوبل فاس اغيبي ناس اي تسوفي خلينا ترانكي لا لا خلينا نهضر تبلاس فيت نو تبلاس 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 Voilà, voilà. Donc, si Hada Mourenne, enfin Mourenne, rappeur, rappeur, il est rappé. Ou les rappeurs, en général, dénoncent l'injustice. Maintenant, les kharj rap, l'injustice. Un rappeur dans la logique, ne biaise pour aucun parti, aucune religion, un rappeur, authentique, mais il a fait, elle a une doctrine ou la autre, il a fait, elle a le droit de l'insan. Donc, dernier clip, la dernière chanson, le donneur de leçons, hein, puisque voilà, dans le femme coulèche. Alors que, il y a Kunja, maintenant, qui est bled Nsigma, qu'on a très bien. Ou alors, comme Kunja, راه وجهها البريمي مينيستر هاد لاشونسون هادي مانيش ندافع على سلة لا سلة لي طاسيون بور سو ديفوندر تو سول اي سلة لون بو ابسولومون ريان لي روبروشي واش حكم سلة بور ساتاكي ا سلة مانقدروش نو بانو سيو ان بيلون تاع سلة مانقدروش معبناش Premier ministre, Kema, pour s'attaquer à lui. C'est une attaque personnelle. Ou donc, Kano, elle a le Fakhaper Hadi, Fakhaper, bon. Mais Archi, Kano, ma Archi, Ktiba, ma Archi, Kara, وراك الوزير الاول عنده الحق يقول هذا لطفي دوب الفاس يقدر يقول هذا الكلام هذا لانه هو جاي يقرا بالعربيه هو سان فرانسيس جاي يقرا بالعربيه قرا فقط عموما كي بول يدير اوتر شوز هو صالي يقولو يرا مي فيديو وين فقط مي ما فهمش انا كان العربيه دونك فوالا اسكو سا اكزيست اكزيست با مي جو مون فو وي جو با ماريتي ا سو مو فقاقير اللي داروا عليه بوك تقول له نورمالمون انت تروح ترعى يعني تحبط له نيفو يرعى مع الراعي مع المقرر سو لا بدي بور تو اترافيس هاد فراس باللي اللي يربي المقرر والراعي ما عندوش قيمه ما عندوش حتى حق ويعني انسان جاهل بهلول ما يعرف والو الفلاح بالنسبه ليك انت انسان يعني غير صالح تسمع روحك وتقول له روح ترعى روح مع الراعي يعني بلاصتك ماشي مع لو نتاع حقار اسمع راك حقرت الراعي حقرت فلاح راك حاضر تعبد القوة يا باري نوتر انتربريتاسيون يعني هذا شي واقع راك تهدر انا نقول لك عاود اسمع روحك تعرف تحقار تحقر الفقير تحقر الفقاقير
راعي باسكو راعي راك ما على بالكش داير راني ما حطيت لا فيديو ديالك هذيك كتبت لك وما رديت ليش ما رديتش يعني نحيد كاع لي كومونتير ما يهمش ومن بعد سكي اونكور بلو غراف سي كو تتهم وزارة لانهم يخرجوا مع لي سيكوريتير تاعهم ما يخرجوش باش يروحوا ريستورون ولا يعني يخرجوا باش يفعلوا اشياء اللي المفروض يفعلوهم مع زوجاتهم هذه اسمها النميمة خطيرة جدا لان كاع الوزراء في الجزائر الان نساهم راهم عندهم شك في زوجهم حتى المينيستر تاع الدين هذاك تاع اللي حبس بوركوا با اي سيرتو المشكل من هادوك هادوك هما لي بريمي ياسر ميلي هادي واش تسمى ماشي نميمة هادي وقلت بلي j'ai lu ça ailleurs, Billy, tu as les noms. Ainsi que les SRI. Alors, Renéa, on est cool. Il y a l'autre fille. Puisque tu t'es avancé à dire certaines choses, la bouddha est atteinte à la scène, parce que tu as fait. Tu as fait. Mais il y a un nom, ou fait chic, dans le doute, parce que chacun, chacun, on roule sur 25 ministres. شحال كاين 5 اللي واش هادشي دونك 20 هما راحوا ضحيه راك تهمتهم بشي اللي ما وساوش اي سي بور سا كو درك هاديك واجب عليك تمد لي نو تاع هاد الوزراء كي سورت فون دي سورتي افيك لور سكريتير اي اوتر لازم عليك تمد الاسامي ما عندكش دوك مفر ولا ما تمدش الاسامي راك درت نميمه وانت تقول مسلم ومن يوم ليه وش الاسلام عندك هذا هذا اسلام هذا هذا اسلام تشوفون وكما قال وكعلى وقال ورسول الله وحنا في السنه وحنا في لا انت ما عندك حتى علاقه مع الدين ده روبوتوميزي انت مخك حبس 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 شوف لازم تمد لي نون تاع لي مينيستر هادو كي ترومب لور فام هذا ما لازم اه واتونسيون لازم تكون عندك ادله لان هاد لي سانك مينيستر هادو ياتاكي بون جوستيس فورسيمون لازم تكون عندك ادله ولا ما تمدش الاسامي سولا فو دير راك وصلت نميمه كبيره مع الاسره نتاع كل وزراء مع زوجتهم مع ولادهم اقارب تاعهم وهذا الشيء خطير جدا دوك واش تقبل تسكت بعد ما قلت باللي بعض الوزراء ولا من بعد اللي قلتها يخرجوا مع لي سيكريتير ديالهم ولا تمد لي نو والأدلة انت راك حاب تعوم لا يفو با نقول لك انت يا منهار ضرب دور تونس المخ تاعك دار المخ تاع الدار وليت تهضر شغل السعودية كيف كيف يعني الجنسية تاعك رميتها وليت تهضر شغل السعوديين اللي راني نعرفهم هنايا بيرسونيلمون هنايا بيسكو كان عندي ليزيتابليسمون تاع الزهو وين لي بلو كرو كليون تاعي السعودية الإمارات والكويت كنسا كيرجع القرعة في الطابلة بلي باسك هذه أنا هادوك الزينة الفحش المنكر وما عارف شنو الخطة كي يخرجوا يخرجوا كطبة كي يطلعوا الدروج باش يخرجوا كطبة لازم دائما لي فيجيل موراهم نواسيهم ونوصي لي فيجيل كي تشوفوه قرع حبسوا له سينياليو لي بالون ما يزيدوش يدوزو القرع تلمون يخطو هادو ما تهضرش عليهم هادو اللي راك دعم ديرو دونك هذا السؤال يعني بسيط عطينا الاسامي ولا ما تمنش الاسامي سكرك وسيت نميمه
ولا راك تقول له الدين نتايا في الدين نتاعك ما يسمح لك ما يسمح لكش يعني دولا لوجيك فوالا وما نقدرش نقول لك نكرهك ما نقدرش نكره بني ادم مهما كان ما نقدرش نكرهه لان واحد يقدر يوسي اشياء هكذا دون زان مومون دوني هكذا مومون كول ولا مومون ديغارمون ولا مي لاتر هيومان يبو ريفينير على رياليتي يعني يقدر يولي يخمم فوالا دونك تحقر وانت توسي في النميمه باش ما توسيش النميمه لازم تود لي نو تاع هاد لي مينيستر هادو وكي تمد لي نو لازم يكون عندك المقابل يا راح افريها انا مدى بيا تجاوبنا على هاد على هاد الاسئله اما باش تقول راني باغ اكزومبل راني نشيت بالحكومه ولا انا جورنالي ما فوت روسي بيا بو تاريخا كو سلاك راه انا شامل تم الجزائر ان نون ما جامي في الجيري الجيري سي فان دي زارجينيا الجزائريين كاش فيها حاجه واحده اخرى لي زارجينيا ما فيها ولا بو مدين ولا بو سفريقه ولا بو ضياف ولا هم يحزنون كاش ولا يبنوا باديس ولا يبنوا طزطوزة ولا الجزائر كاع الجزائريين الرجال والنساء والجزائر فوق الجميع ما كاش حاجة أخرى فوق الجميع ما كاش ولا عليها نحيا ولا عليها نموت ما كاش ولا السعودية اللي راهي تمول فيك بوشي باينة وما تحمل نطرقوا لهذا نطرقوا له مرة أخرى وأنا مانيش نوسي في النميمة ولا نهضر هكذا برك شكرا على حسن انتباهكم رغم كل هذا وهذا كله للأبد تحية الجزائر واستبلاد يجي الراجل باش يلبس الخاتم للمرأة يا أخي ولا ما نعرف شي يصير يخش الراجل في نص النساء ويلبس الخاتم والحنة وينوض يشطح معاها ونسى وين دايرة فواحد مسكين جابوا له تصويرة فيديو بالبورتابل مرته لابسة تاع الراسي وقاعدة تشطح مع جاره اللي قاعد يشطح في عرس وهي بالعرق وهما قاعدين يشطحوا جابوها له قالوا شوف مرتك واش قاعده تدير وهي سيت ما الله غالب كونس دعايه فحكم مرته طلقها لتم باسكو كشغل عنده اون فوس بروف تاثيره على العمل الدعايات في العمل ومشكله في لي سوسيتي تاعنا مساكن والله غير حاله كبيره خلاص تلقى ساعات واحد مسكين خدام بسيط يديروا عليه دعايه مع الديريكتور يعود الديريكتور يكره ما يشمش فيه دعايه بين الزملاء في بعضهم او كلان فلاني كونتر الكلان فلاني هم قالوا عليكم باللي قالوا عليكم شوفوا في الشركات الوطنيه 99% سي دي كلان في لي سوسيتي كلان فلان كونتر كلان فلان كونتر كلان فلان كونتر هم قالوا باللي قلتوا دعايه خرجت باللي انتم راكم تشيتوا للديريكتور وباللي الديريكتور او من الولايه تاعكم عادي دعايه خرجت في الجورنال العواقب تاعها وش تعود الناس ما تتصدقش هم كتبوا في الجورنال باللي كلها سراقة وبندية الأئمة وهما خاطئين الأئمة ودعاياتهم حكموهم وين حكموهم شفتوهم لا في واحد الولاية هم ديريك الإشاعة تخرج من حاجة واقعية حاجة صرات والناس بديفورمي شوفوا يعني حتى ربي سبحانه يعطينا واحد المثل جامي صرا من حاجة حقيقية تطلع دعاية يمنوا بها الناس إلى يومنا هذا يجيكم فاسق بنباء كي يجيكم واحد بخبر ما بقيتوش تمنوا يا ناس ما تمنوش واش تكتب في الجورنال ما تمنوش واش تقال في الطريق ما تحلوش بركة ودنيكم وخلي كلش يدخل الحاجة الثانية ما مهضروا لك هضرة ما تزيدش انت تنقلها وتقول رام قالوا خاطي انا ام قالوا انني خاطي ام هما اللي قالوا حاول تقفلها خلاها اسكت استر ربي اسمه الستار ربي راح يستر العبد انت تفضحه دونك ما تسمعش ولا كان سمعت ما تزيدش تقول ولا كان تشوف ظاهره من الظواهر ما تعلقش وتقول دونك هكا دونك هكا دونك هكا لي كونكلوزيون هذوما هما اللي شاهموا في الاشاعات والوقت ما يسمحناش باش نزيدو نديفلوبيو اكثر حبينا برك غير نهضروا على المنشار يسامحونا الناس اللي هضرنا عليهم واللي زدنا بالك ما نشرنا عليهم في الحصه تاعنا تاع كلمه حق نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في موضوع اخر ان شاء الله توعينا اليوم وفهمنا الفكره تاع التقطاع باش نعودوا نبلوكيوها عندنا وما نزيدوش ننشروها نتلاقاو غدوه باذن الله في كلمه حق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.